مش بعيد برضو عن النظام القطري. وزي ما احنا اتكلمنا قبل كده عن العصابات الإلكترونية، أو إن هو دايما بيستخدم اللجان الإلكترونية وبيدفع فلوس كتير قوي 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 لشركات علشان تشغل اللجان دي. اللجان دي بيستخدمها النظام القطري لدعم وتمويل الجماعات الإرهابية، مش محتاجة يعني تفسير أكتر من كده. وكمان بيستخدمها علشان يحاول يلمع نفسه، يبيع لنفسه زي ما بنقول كده، ويبعد عنه كتير من التهم اللي بقت ريحتها فايحة قوي للعالم كله. وكمان بيستخدمها لتصفية حساباته والتشويه والهجوم على الدول العربية وعلى رأسهم مصر طبعا والسعودية والإمارات. أكتر من مرة حذف موقع تويتر وموقع فيسبوك عدد كبير من اللجان الإلكترونية القطرية. وفي موقع هندي اسمه ميلي كرونيكل كشف في تقرير لي عدد الكتائب الإلكترونية للنظام القطري. عمل إيه؟ عمل تجربة وكتب هاشتاج، كتب فيه قطر وتركيا، وجرب يعمل السيرش البحث، وطلع له كمية تويتات كلها عبارة عن لينك من موقع قناة الإرهاب الجزيرة طبعا، وكلها بنفس الهاشتاج، وحسابات كتيرة جدا مزيفة كاتبة نفس الجمل ونفس العبارات. ده اللي احنا دايما بنقوله لحضراتكم، العصابات الإلكترونية واللجان الإلكترونية، القوة اللي هم بيحاولوا يستخدموها بشكل كبير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي عشان يأثروا على فكر حضرتك ووعيك وضرب معنوياتك، ما بين ثقتك في نفسك كمواطن، دي أول حاجة طبعا، ان انت ما تبقاش واثق حتى في وطنيتك، وبعد كده ان انت تشكك في كل حاجة على أرض الواقع اتنفذت وحسبت ليك والبلدك، ده في المقام الثاني. وطبعا تالت حاجة بقى والأكبر، وده الهدف الأعظم، إن هو يشكك حضرتك في القيادة السياسية، ويشكك حضرتك في قوة بلدك الحقيقية، في جيشها وشرطتها وهكذا. طيب احنا محتاجين نتكلم في الموضوع ده مع خبير أمن المعلومات المهندس وليد حجاج. مهندس وليد، تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. يعني دي مش اول مره اللي احنا نتكلم مع حضرتك في موضوع اللجان الالكترونيه او العصابات الالكترونيه، وازاي الانظمه الارهابيه واللي بتدعمها قطر بشكل كبير جدا بتقدر انها توظفها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للتاثير لبعض الاغراض السياسيه. لو شفت حضرتك وتابعت معانا هذا الخبر وهذا التقرير من احد المواقع الهنديه، شفته ازاي؟ طبعا في البداية احنا عارفين كلنا ومتأكدين ان الذراع السياسي لدولة قطر هي قناة الجزيرة والحاجات اللي شغالة تبعها في مجال الميديا، سواء سوشيال ميديا او الاعلام عامة بشكل عام. المنشورات اللي شفتها في الفترة دي لاحظت فيها حبة حاجات كده مشتركة. يعني على سبيل المثال انا فتحت منها عشوائي كده حوالي 15 اكاونت، ابص ايه اللي على الاكاونت، لقيت ان ال 15 اكاونت كلهم تم انشائهم في مايو وفي ابريل 2020. تمام. دي اول حاجه. ال 15 20 اكونت اللي بصيت عليهم دول كلهم عليهم من 69 ل 72 تويتر، هم نفس التويتر. يعني متكرره عليهم نفس عدد التويتات واحد. كل الاكونت يا جماعه عامل مشترك ان هي بتفولو واحد او اثنين، والفولورز من 55 ل 60. فالشكل العام كده الاكونت بيقول ان هي كرييتد او اتخلقت كلها من خلال بعض الادوات. اللي أكد لي المعلومة دي كمان إن التويتات كلها موجود تحتها كلمة تؤكد فعلا إنها اتعملت من خلال كمبيوتر، والكلمة دي بتظهر لما حضرتك بتعملي تويت لحاجة بتقول لك هي اتعملت من إيه؟ من تليفون ولا من كمبيوتر؟ فتلاقي كلها مكتوب تويتر ويب آب، يعني اتعملت من كمبيوتر. وطبعا البوتس أو التولز أو الديفيلوبر تولز أو الحاجات اللي بتعمل الكلام ده أسهل إنها تشتغل على الكمبيوتر من إنها تبقى من على التليفون. فكل المؤشرات دي بتقول ان كل ده كلام متخلق اوتوماتيكي اما يتعمل في نفس التوقيت. يعني التويته دي نازله تقريبا في نفس اليوم في نفس الساعه، فرق دقائق ما بينها على كل الاكونت. احنا كنا بنتابع على الشاشه كل دي حسابات وهميه على تويتر تحديدا، والحقيقه في برضو مهندس وليد غباء في التصرف. يعني هم بيكشفوا نفسهم بنفسهم من خلال المحتوى الموحد. يعني انا اقدر ان انا اعرف ان ده لجنه
بشكل كبير جدا، او هم دولت لجان مشتركه من خلال عدد حسابات يعني وهميه، ان المحتوى بيبقى واحد ما فيهوش اي نوع من انواع الابداع او الابتكار حتى في رصد بعض المعلومات المغلوطه والمفبركه. طبعا هو هيبقى صعب ان هو يعمل حاجات مختلفه بمحتوى مختلف، والاسهل انه يعمل الطريقه دي بيعتمد فيها على قله خبره المستخدم او جهل مستخدم التكنولوجيا او سهوله ان هو مش عايز يتعب نفسه ويدور، فبيقول اهو على الاقل هيقابل اكونت او اتنين من دول ومش هياخد باله ان الموضوع ده متكرر على اكونت كتيره ثانيه وهميه. ولكن النقطه اللي استوقفتني في اللي انا شفته ده ما يحدث على منصه تويتر، واشمعنى تويتر؟ يعني ليه دايما الفضائح كلها بتبقى من خلال منصه تويتر والحسابات المزيفه، على الرغم ان ده بيتنافى يعني بشكل صريح وواضح مع سياسه المنصه اللي هم نفسهم قايلين عليها. فبصراحه الموضوع ملفت للنظر، ومش عارف هل هو ليه بعد يعني مالي بشكل ما، او في يعني مش عارف بصراحه البعد اللي وراه ممكن يكون ايه، هل في الحاله دي الفلوس اللي بتتكلم ولا ايه اللي بيحصل؟ لان الفتره اللي فاتت دي على مدار التسع او العشر شهور اللي فاتوا فضائح متكرره على نفس المنصه بنفس الاليه وبنفس التكنيك، على الرغم ان هم عندهم ادوات بتقدر تكتشف. لو انا مثلا على سبيل المثال نزلت تويته وكتبت فيها كلمه قطر او تركيا هيتقفل الحساب بتاعي ومش هتفتح تاني. طب ازاي ده بيحصل على المنصه عندهم لناس اخرى؟ ايه اللي في الخلفيات؟ بصراحه مش قادر يعني ما فيش حاجه واضحه تقول ايه اللي بيحصل، ولكن يبدو ان في حاجه في الخلفيه. مهندس اتفضل. اللي عايز اقوله لحضرتك ان على المواطن العادي يجب ان هو ياخد باله من الحاجات دي، لان الادوات بقت كتيره قوي وبالذات لمنصه تويتر، والحاجات البوتس او اللي بترد اوتوماتيك او بتاخد الكلام ده وتنشره بشكل اوتوماتيك على انه بني ادم كتيره. وكمان يبص تحت التويته لو لقى كلمه ويب اب دي معناها معموله من على كمبيوتر مش من على تليفون، فدي تشككني اكتر في المحتوى ان ده بوت اللي عاملها مش تليفون. مهندس وليد حجاج خبير امن المعلومات، انا بشكر حضرتك طبعا على كل يعني هذه النصائح والتفاصيل المهمه جدا جدا.